قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن فيسبوك توصلت وبصورة قاطعة إلى أن المتسببين في الاختراق الأخير كانوا مرسلي البريد الإلكتروني غير المرغوب به المعروف بالسبام، وليس دولة بعينها كما توقع البعض. وذكرت الصحيفة أن هؤلاء السبامرز تذكروا أو تنكروا كشركة للتسويق الرقمي وأرسلوا بريدا إلكترونيا لمجموعة هائلة من المستخدمين مستغلين ثغرات أمنية في تطبيق فيسبوك ليتسببوا بأكبر عملية اختراق للموقع ويسرقوا بيانات 29 مليون حساب. ويبدو أن مصائب فيسبوك لا تأتي فرادة، فما إن انتهت من مشاكل الخصوصية واستقالت مؤسسي إنستغرام وواتساب وفضيحة الاختراق الأخيرة حتى انهالت عليها أزمة جديدة. هذه المرة تقرير صحفي تحدث عن دعوى رفعها معلنون على فيسبوك ورئيسها متهمينها بالتلاعب بمشاهدات إعلانات الفيديو على منصتها لخداع المعلنين. وذكر تقرير صحيفة وول ستريت جورنال أن هذا التلاعب أظهر نسب المشاهدة أعلى من الحقيقة ب900%، ما يعني أن الشركة حصدت أموالا من هذه الإعلانات أكثر من 900% مما تستحق. واتهم المعلنون الشركة أيضا باكتشاف هالأزمة عام 2015 وعدم اتخاذ أي إجراء لإيقافها، مكتفية بالإعلان عن وجود خلل في أدوات القياس الخاصة بالإعلانات. المشاكل الكثيرة التي تعرض لها عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك ضاق بها ذرعا المستثمرون في الشركة وفق رويترز، التي نقلت أن هناك أن هؤلاء المستثمرين بدأوا في الشك بقدرة مؤسس الموقع ورئيسها الحالي مارك زكربرغ على إدارة الشركة. وبحسب رويترز فإن مستثمرين رفعوا اقتراحا بتنحية زكربرغ عن رأس الهرم والاستعانة بدلا عنه بشخص آخر يكون منصبه مستقلا عن الأمور الأخرى في الشركة، أي أنه لا يكون من أصحاب الأسهم، وذلك لأن هذا الأمر برأيهم كان سببا في تعامل أو في سوء تعامل زكربرغ مع الفضائح الأخيرة. هذا وسيتم التصويت على هذا الاقتراح في اجتماع المستثمرين المقبل في مايو 2019.